السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني الرياض في فيديو جديد وفائدة جديدة إن شاء الله. اليوم نزول عند الرغبة ديال أحد المتتبعين ديال القناة اللي كيلح على طريقة ديال التراب. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم أسهل طريقة وأفضلها على الإطلاق باش تقنوا التقنية ديال التراب، وكنتمنى اللي كيتابعنا وكيستافد معنا إن شاء الله يدعمنا بلايك وباشتراك على القناة باش ما كدعمونا باش ما كنقدموا لكم أحسن ما يكون وكنعطيكم الجديد إن شاء الله. وإن شاء الله في رمضان قريب إن شاء الله غنعطيكم فيديوهات كثيرة إن شاء الله، كل يوم تقريبا نحاول نعطيكم فيديو فيه فائدة اللي تقدر تفيدكم إن شاء الله. وشهر رمضان المبارك راه كتعرفوا بأنه أحسن وقت للصيد هو شهر رمضان المبارك، ما نضيعوش الوقت ضروري فعل العبادة. وفي نفس الوقت إن شاء الله راه بعد العصر كنلقاو واحد الوقت اللي فراغ، أحسن شيء نديروه نبعدو على الدار نمشيو نصيدو مع راسنا ونتمتعو. إذن الإخوان بلا ما نطول عليكم، فتقنية التراب الإخوان كتعتمد دائما على نسربو التراب جات من نسربو الصنارة، يعني نحطوها في العمق وفي الأعماق في الأرض، على الأرض كتمشي وكتحط، هذا هو التراب. ولكن ما نغفلوش الانسان بانه كاين اللي كيعرف التراب فقط في القصبه ديال 5 متر و 4 متر و20، ولكن لا راه كاين حتى في البيلوطه. البيلوطه فيها التراب وفيها التوقف. التوقف ممكن يكون الراس في الراس مباشره او عن طريق الفرشيه، سواء الفرشيه العاديه او الفرشيه اللي فيها الرصاص اللي كتمشي شويه كتبعد وكتحط. هذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه للتراب في البيلوطه كيعتمد اساسا على الصناره. انا عندي في تجربتي الخاصه كاين اللي كيدير الفيزكا، هذا الصناره الثلاثيه في التراب ديال البيلوطه، ولكن كيتصادف مع التسخير بزاف، يعني الكروشاج كيكون كثير، لهذا كنفضل الصناره. الصناره كتكون ممتازه في التراب ديال البيلوطه. كنعتمد غالبا على رصاص صغير، والدور ديال الرصاص الاخوان دائما سواء في التراب ديال القصبه العاديه او في البيلوطه هو كنحاولوا نصيفطوا طعم الابعد منطقه ممكنه. يعني الا كنديروا 20 غرام راه كنعرفوا راه كنحاولوا نقلبوا على البعد، الا درنا 5 غرام كنقلبوا غير على السواقي وعلى التسخير اللي قريب لينا. دوك المناطق المنعه شويه كتكون مظلمه بين الصخور كيبان لينا دوك العوامات، وهذا قرب لينا كنحاولوا نحطوها تما. يعني كنحاولوا كل منطقه والرصاص اللي كنستهدفوا بها، وهذا الشيء في هذه النقطه. وفي نقطه اخرى الرصاص كيعتمد ايضا على مدى الهيجان ديال البحر، سواء من الطيارات او من الامواج الجران ديال الخيط، يعني الهيجان البحر، اضافه للمنطقه اللي قريبه لنا هي اشواج مانعه. اذا كانت مانعه كنحاولوا نديروا الرصاص كنصيفطوا المنطقه ابعد، اضافه للصفوه ديال المياه، يعني ملي كيكون البحر صافي قدامنا كنحاولوا نبعدوا. كتبان لنا شي منطقه فيها شي عوامه ولا هذا قريبه كنحاولوا نقربوا ليها، او منطقه مظلمه شويه كتبان لنا بين الحجر مظلمه كنحاولوا نلوحوا ليها. يعني في هذه الحاله كنديروا رصاص غليظ. وبالطبع راه كيساعدنا كثير الجوده ديال القصبه والماكينه ديال الصيد، يعني باش ما كانت الجوده مزيانه باش ما كيخرج السبيب مزيان وهذا. وبلا ما نطول عليكم الاخوه الكرام، اذا التراب حنا غنحاولوا نعطيكم طريقة تراب أسهل ما يكون، يعني بالقصبة العادية بين 4 متر و 5 متر ما كاين مشكل، غديروا تراب أحسن تقنيات بلا فرشية. الفرشية راه بوحدها خدمتها بوحدها، يعني غنعطيكم مثلا نديروا الرصاص ديال 5 غرام، هذا هو الخيط الرئيسي ديال القصبة اللي جاي من البوبينة ومن الماكينة. كيكون غالبا الخيط ديال 40، خيط ديال 40 ممتاز هو باش كنخدم. كناخذوا رصاصه ديال 5 غرام كناخذوها كنديروها بشكل عادي جدا الاخوان، كندخلوها في الخيط كما كتشوفوا الخيط ديال القصبه كنحطوها مباشره. يعني كاين فاش كنخدموا بالفيزكا عفوا بالخريطه بهذه بالمدور، هذه كنخدموا بها في الحاله اللي ما كنعرفوش نديروا العقد بين الخيوط، يعني خيط مع خيط مباشره. وانا في الفيديو الفارط درت لكم الطريقه ديال احسن العقد، يعني راه ابسط عقد واحسن عقد ان شاء الله، كنتمنى تشوفوه راه ممتاز جدا وغيفيدكم. سينو راه تقدروا تخدموا بهذه بليميريون عاديه، هذه تخدموا بها ديروا عقده ديالها، نوريكم العقده بهكا وبالخيط باش تكمل الاستفاده ان شاء الله. العقده ديال ليميريون هي هذه، كندخلوا الخيط طريقة عادية، أسهل عقدة هي هذا الإخوان، شوفوا كندورو الخيط طريقة عادية جدا بهذا الشكل،
كندورو 4 5 دورات، وكناخدو نهاية الخيط، كندخلوها في هاد الأول العقدة، وكنزرو الخيط ديالنا بهاد الشكل. يعني راه بسيط جدا كما كتشوفوا، هادي عقدة ممتازة، بلا باس نديرو شوية ديال اللعاب هنا عاد نجرو. هادي راه واضحة الإخوان، إذا نقطع المنطقة هكا دايرة العقدة ديال ليبيريون. وفي نفس الحاجة ديال السنارة، الخيط السنارة نفس العقدة كتكون هنا. هذا هو المونتاج، هذا أبسط إلى عندك الميريون، سينو ما عندكش هادي ممكن تخدم بطريقة مباشرة الخيط مع الخيط. هي اللي عندي لكم دابا، يعني كهالرصاصة درناها كما هذا. هادي سنارة، سنارة ديال 13 كنخدمها هنا في التراب، سنارة ديال 13 كتجيني ممتازة. أحسن حاجة هي سنارة ديال 13، يعني كتشوفوا كنفيريفيو السنارة ديالنا. أول حاجة كنديرو كنفيريفيوها، كنشوفوها هي كمعوجة، كنشوفو واش ماضية، الراس ماضي، هاد السن هذا كنشوفوه واش واضح وبارز وماضي حتى هو، كنشوفو هاد النهاية ديال السنارة هادي، هاد النهاية ياك مهرسة في شي بلاصة، ياك ما حادة تقطع لينا السبيب، ملي كنشوفو كلشي الصدى ما كاينش، يعني سنارة ممتازة. ضروري كنفيريفيو سنارتنا لأن هي السلاح ديالنا باش نخدمو. الخيط ديالنا كنفيريفيو خيط ممتاز، ضروري تكون جودة تاعو ممتازة. هذا الخيط 35 كنخدم بين 30 و 35 في التراب مزيان، لأنه الخيط ملي كيطيح في الرملة في الأرض راه ماشي بحال إلا معلق، إلا معلق كنحاولو نديروه رقيق لأنه كينعكس عليه الضوء وكيبان، ولكن إلا تحط في الأرض راه ما كيبانش الإخوان، مع الترابة والرمال وهذا راه ما كيبانش، كيبان غير الطعم كيلعب. يعني كنديرو حتى 35 مزيان ممتاز. إذا أحسن عقدة غندير لكم الإخوان باش ما نطولش عليكم، كناخدو الخيط ديالنا، راه ديجا درت عليكم في الفيديو الماضي ولكن نعاود ليها. كناخدو الخيط ديال القصبة ديالنا كنطويوه بحال هاد الشكل، يعني شكل عادي جدا، كنطويوه طوية. كناخدو الخيط ديال السنارة ديالنا حتى هو كندخلو في هاد المنطقة، نقرب لكم باش يبان، كنتمنى يبان، نعم، كندخلو في هاد المنطقة بهاد الشكل كما كتشوفو، طريقة بسيطة. كنبداو ندوروه كما كتشوفو، كندورو الخيط نزولان في الأول واحد 4 دورات للأسفل، من بعد كنصعدو به للفوق، كنطلعوه باش كنقربوه للدورة فاش جبدينا بهاد الشكل. كنتمنى يكون واضح، راه كنقرب الكاميرا، كنحاول نقرب ليها، وكندخلو في هاد العقدة اللي درنا في الأول كما كتشوفو، هي هادي، عفوا كنقرب الكاميرا حتى ما كتبانش ليا باقي العقدة، كنتمنى يكون واضح. كنجرو كما كتشوفوا، ملي كنجرو الخيط مع الخيط كتسد العقدة ديالنا. وبالطبع كنديرو اللعاب، دائما اللعاب، ضروري اللعاب لأنه كيحافظ لنا على الخيط ديالنا باش ما يتقطعش أو يتجرح. يعني وكنحيدو هاد الزوائد، هاد السيادات كيتحيدو، عفوا كما كتشوفوا هذه هي الطريقة، عادية وبسيطة. إلا كان عندكم هذه العقيقة مزيان ديروها، كنديروها هنا، كنديروها بين العقدة والرصاصة، ما كانتش ما كاين مشكل، حنا بين نديرو أبسط مونتاج، أبسط مونتاج هو هذا الإخوان. المهم عندنا هو نتأكدوا من العقدة الصنارة مربوطة مزيان، وهاد العقدة تكون مربوطة مزيان، وصنارتنا تكون الجودة ديالها مزيانة. هذا اللي كان الإخوان. وبالنسبة للطعم، بالطبع ملي كنديرو الطعم كنحاولو نثبتوه مزيان، بان لينا عندنا فيه شك شوية ما عرفناش، كنديرو الخيط هذا في الماجيك، نحاولو نديروه خصوصا في الفوق هكا باش يشد لينا الطعم، ما تهبطش لينا لتحت، تبقى في الفوق ناضية، باش نعرفو راسنا راه مصيدين مزيان. هادشي اللي كان الإخوان، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم.